مرحبا بالصحافة ووسائل الإعلام الكل. الندوة الصحفية ذي حبيناها أنه باش نسلطوا الضوء على نشاط الشركة نهوض بالرياضة والبروموسبور. البروموسبور اللي يقول اللي دخل الذاكرة بتاع التوانسة، دخل حتى لديارنا عبر سيت كومات، وكلنا ضحكنا مع سبوعي وضحكنا مع الفاهم في المسلسلات. اليوم البروموسبور لقات روحها وسط بوليميك معناتها مفتعلة، هذاك علاش اليوم حبينا أنه الخيان الصحفيين وكافة وسائل الإعلام تكون حاضرة معنا باش نسلطوا الضوء على الشركة هذه وشنو هو دورها وشنو هو خطة بتاع التطوير متاعها وعلاش الشيء هذا صار. دونك اللزمة اللي ثارت عليها الإشكال عقد اللزمة احنا شنو ناويين كشركة نهوض بالرياضة وشنو الأهداف متاعها وكيفاش عملناه. أول حاجة أنه شركة نهوض بالرياضة بداية من سنة 2019 لما تفتح لها المجال باش تنجم تعمل عقود شراكة مع القطاع الخاص، إذا ما ترددش ونسقت مع كافة السلطات العمومية وأولها وزارة الشباب والرياضة باش تستغل الفرصة دي باش تطور من نفسها، واللي الناس كل قاعدة تلوم عليها لسنوات عديدة البروموسبور ما تطورتش نفسها، البروموسبور قاعدة جامدة، البروموسبور لأنه البروموسبور راهو هيكل عمومي ما يتصرفش إلا في إطار القانون، والقانون كان يسمح لنا بزوز أطر، يا أما مش تعمل صفقة عمومية وتشري منظومة وتسيرها بمفردك، وهذا كان أمر غير قابل للتطبيق لأنه أول حاجة يتطلب أموال كثيرة باش نشري، ولكن كذلك يتطلب موارد بشرية قادرة على إدارة الألعاب هذية، والشيء ذي ما كانش معناته الحل ذي ما كانش هو الحل المجدي. اختارت الحل متاع عقد الشراكة واختيار شريك استراتيجي باش تدخل معاه في عقد شراكة لمدة معينة اللي هي مدة 10 سنوات. أول حاجة تتعلم عليه سنة، بمعنى أنه الشريك ذي في طلب العروض فرضنا عليه أنه ينقل كافة المهارات متاعه إلى إطارات وأعوان شركة نهوض بالرياضة، وكذلك إلى إطارات وأعوان يرجع بالنظر إلى مؤسسات الدولة الأخرى. دونك هذا الهدف الأول. الهدف الثاني بالطبيعة تعرف شركة نهوض بالرياضة راهي مش مؤسسة تنشط كما مؤسسة تاع القطاع الخاص، مش همها الربح وتراكم الأموال، لا، شركة نهوض بالرياضة راهو منذ تحدد مشيت في التوجه تاع دولة الاستقلال مع عام 60 أنه رهانات رياضية وألعاب الحظ هي خط تمويل خاص بتمويل الرياضة وقطاع الشباب. دونك شركة نهوض بالرياضة راه اليوم أكثر مستفيد من الأموال والمرابيح اللي دخلها هي الدولة، ميزانية الدولة وخاصة الصندوق الوطني لنهوض بالرياضة والشباب اللي احنا تاريخيا معطيناه حوالي ما يفوت 600 مليار، عطيناهم من مداخيل تفوت 1100 مليار، معناتها من عام 82 إلى حد الآن هذا هو الرقم تاع المعاملات تاع الشركة، وتشوفوا أنه حوالي 55% للمداخيل مشات لأنه علاش في النشاط هذا في القانون التونسي راه نشاط ممنوع على كافة المدخلين، وهذا موجود في نص عام 74 يعني نص قديم شوية، لكن اللي يقول لك إلا إذا ما استثنى القانون ذلك، هذا هو الفصل القانوني اللي استندت عليه الدولة وأحثت الشركة. وكانوا علاش اسمها شركة نهوض بالرياضة؟ لأن الهدف الرئيسي متاعها هو النهوض بالرياضة والتشجيع على التمويل. رانا الدولة كي أحثت الشركة هذه مش محددهاش باش تنظم رهانات، لا، أحثتها باش تطور الرياضة وباش تنمي الموارد المالية متاعها عن طريق الوسيلة اللي مش تخدم بها هي تنظيم الرهانات وتمويل الرهانات، تمويل الرياضة وتمويل زادة كذلك قطاع الشباب، عكس ما يرى معناتها من العباد اللي تعتبروا حاليا اللي هو نشاط تجاري والناس مش تربح وتكون ثروات وعلى حساب الرياضة وعلى حساب الدولة وعلى حساب البلدان. دونك احنا العقد هذا كيفاش مش نبرموه بعد مسار طويل وعسير جدا اللي عنده 3 سنين، اللي احنا اعلنا طلب عروض دولي صدر في اخر 2019 وطلب عروض مسبوق بالتعبير عن الرغبة، يعني شركة نهوض بالرياضة في حاجة إلى شريك استراتيجي تعمل طلب عروض وتستدعي الشركات المعنية، وإحنا الشركات اللي طلبناهم لابد أن يكونوا يخدموا وفقا للمعايير الدولية، معايير صعبة وصعبة جدا غير قادر أنه أي مستثمر في العالم أنه يعمل، لأنه رأوا في العالم كل فما
أقل من 10 مجمعات دولية اللي هي تخدم في النشاط هذا. قدمونا 4 مؤسسات عالمية، وكذلك فتحنا الباب للتوانسة باش ينجموا يشارك في إطار مجمع، يعني يدخل في جروب ما مع مؤسسة عالمية. لكن للأسف حتى مؤسسة تونسية ما تقدمت في إطار طلب العروض، وجاونا 4 عروض من مؤسسات دولية بدينا نتفاوض معهم. قبل التفاوض فما مؤسسة يونانية انسحبت من المنافسة، وتفاوضنا معهم وضبطنا مقتضيات كولاسوف، يعني تفاوضنا معهم فهمنا هم مش نجم يقدمونا وإحنا شنو حاشد. هذا هو اللي حطيناه في طلب العروض، واستمرت المنافسة إلى غاية شهر فيفري الحالي معناتها 2022، وانحصرت المنافسة بين زوج شركات، الشركة الإيطالية سيزر اللي هي فازت بطلب العروض وجات الأولى، مقابل مجمع تركي أمريكي اللي كان العرض بتاعه أقل معناتها من الناحية المالية وكذلك من الناحية التقنية. دوك اليوم عقد اللزمة راهو عكس ما يروج وعكس البوليميك اللي تحدثت، مش يكون فيه 3 أطراف فقط لا رابعة لهما، ما فماش طرف رابع. بروموسبور اللي في القانون يعتبر مانح اللزمة، لو كونسيدون سيزان اللي هي فازت باللزمة، وسيزان التونسي هي شركة متاع المشروع اللي مش يتم إحداثها لإدارة المشروع. دوك هذا الأطراف الثلاثة، رغم أنه سيزان دخلت في عملت فيزيون مع شركة فلاتر، هذه أكبر شركة عالمية عملت فيها في فيزيون سيزان، والشركة هذه هي موجودة في البورصة معناتها متاع لندرا، ولما نقول البورصة متاع لندرا راه مش أي مؤسسة نجم تكون كوتي في البورصة متاع لندرا، ما هوش سهل باش مؤسسة يجب تكون عندك الشفافية التامة وعندك المصداقية التامة باش تدخل البورصة متاع لندرا. يعني الشركة هذه اللي حتى وسائل الإعمال وسائل الإعلام معناتها والأطراف جبدتها وربما مست حتى من السمعة بتاعها، راهو سيتان جيوم مونديال، والسنة الفاتت عمل 8.3 مليار دولار كرقم معاملات باش العباد تعرف على شكون هي الشركة هذه اللي نتحدث عليها. الشركة هذه عندها علاقة تجارية صرفة مع شركة بلايتيك، هذه اللي صار عليها الجدل، وهي شركة في علاقة بالصهاينة وكذا، واللي هو مخالف للواقع تماما. الشركة هذه حاليا سوسيتي كوتي في بورصة لندن، نفس الشيء كيف فلاتير، كنقول راهو كوتي في البورصة لندن، معناتها مؤسسات تحترم الشفافية المالية والشفافية الإدارية، ونورمالمون ما عندهاش حتى شبهات لا سياسية ولا كذا. صحيح تحدثت عام 1999 من طرف الشخص اللي تداول اسمه، لكن الشخص هذا راهو فرط في كامل ما تبقى له ديجا من مساهمات في الشركة هذه في آخر 2018، والشخص اللي شرى الشركة، الطرف اللي شرى الشركة، فرض أن السيد هذا ما عادش عنده حتى علاقة بالشركة باش ينجم يشريها، اللي هو أمريكاني، واللي هي توا حاليا يسيروا فيها أن فوند انفستيسمون أمريكا، يعني كنقولوا الشركة هذه يسيروا فيها أن فوند انفستيسمون أمريكا، معناتها بعيدة كل البعد عن الكيان الصهيوني. وهي زادة كذلك النقطة هامة برشا، شنو هي الشركة هذه باش تعمل؟ خاطر في الميدان نتاع ألعاب الحظ والرهانات نفرقوا بين 3 متدخلين، اللي هما لوبيراتور دو جو يعني منظم الرهانات ومنظم ألعاب الحظ، والفورنيسور دو جو اللي هو يزود، يعني الجهة اللي تصنع الألعاب وتزود بها لزوبيراتور دو جو، وكذلك فما لي بوك ميكر، هذوما 3 أطراف متدخلين. الشركة هذه هي سيتان فورنيسور دو جو، يعني شركة مختصة في تصنيع الألعاب وترويجها، ولكن مش أي ألعاب، اللي هي ألعاب الكازينو وألعاب البوكر. دوك بما ينفي أنه حتى لو كان فرضا فما 0.0001 علاقة اللي تداولوا، رانا احنا كشركة نهوض برياضة لن نكون في أي علاقة معه. دوك هذا واضح، علاش؟ لأن احنا تنظيم ألعاب الكازينو وتنظيم ألعاب البوكر ما يدخلوش في مجال البيريمتر نتاع الكونسيسيون تاعنا، ما يدخلوش في مجال اللزمة بتاع، لأنه ألعاب الكازينو محجرة في تونس، لكن للأسف توا يتم تنظيمها عن طريق السوق السوداء والسوق الغير القانوني. دونك لهنا باش نختموا على المحور هذا اللي هو بروموسبور راي ما لن تكون في أي علاقة مع الشركة هذه، رغم ما قدمناه من معلومات اللي هي
في وضع قانوني سليم وعندها علاقاتها تعاقدية وتبيع اللي جاء متاعها كل في الأوروبا، يعني تبيع اللي جاء متاعها في الـ في الـ في الأوروبا. نبدأ بالسؤال ونبدأ من الآخر. أنا ما جبتش حتى صحافة، أنا ما جبتش حتى صحافة ولا نجم نجبتش حتى صحافة، ولا باش نحب نأكد احنا شركة نهوض بالرياضة نحترم الصحافة ولا ندخل في خصومة مع أي صحافة، ولا ندخل مناش في خصومة مع أي صحفي، ونحترمه وسائل الإعلام بمختلف رمتها. ونأكد لك أني حتى الكرونيكور واحد كذا ربما يكونوا ضحية مغالطات رهيبة، وقلت لك الناس هذوما مستعدين يعملوا أي شيء. أنت فهمتني؟ كرونيكور كان مش يخدم معنا، لقيناه ما يعرفش اللي فهمش برشا في البيت. لا 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 ما قلناش، عمري ما قلت كلام هذا. قل انا قلت انا صراحه قلت كرونيكور صرح علنا انه هو ما يفهمش في القطاع تاع الرهانات. دونك واضح معناتها كلامي واضح ومسجل، ومن كنقولوا كلمه ما نتراجعوش فيها. دونك مساله التطبيع، نبدا لك بالسؤال الثالث. مساله التطبيع طرحت بقوه بعد الندوه الصحفيه نتاع السيد وزير الشباب والرياضه اللي هي انعقدت نهار 5 اكتوبر 2022. لوندوما نلقاو ارتيكل كبير في جريده، وتم تناوله في وسائل الاعلام، تم تناوله في ديبلاتو سياسيين وديبلاتو رياضيين. دونك اليوم احنا الشيء هذاك تعاملنا معه كما قلت بجديه تامه، وبينا لكافه التسولات العموميه أن المعلومات التي تم تداولها مغلوطه تماما، وكما قلت لكم في الشيء اللي قلناه. بالنسبه لمواطن الشكر والشركات اللي تنشر، ولا الفصل 24 هو الاولاني، تو نرجع لك، رجعت 3-2-1. دونك مواطن الشكر والشركات اللي تنشط حاليا عندهم زوز طرق، اللي اسهلهم هو الانضمام وتحت غطاء شركة نهوض بريد اللي هو أسهل برشا. علاش؟ لأنه راهو باش في العالم الكل باش نجم تنشط في بلاد وهي مسألة تهم الأمن الوطني، لابد باش تحصل على ترخيص باش نجم تنشط في القطاع هذا. اللي الناس الكل توا تنشط خارج إطار الترخيص، وناس كل الأنشطة عالمية. والأهم واللي نسيت ما قلتوش في الندوة هو مسألة معطيات الشخصية تاع التوانسة. راهو معطيات الشخصية تاع التوانسة اليوم موجودين في منصات رقميه في الخارج. الشركات اللي تنشط توا تحت قطاع الانشطه العالميه كلها 100% مرتبطه بمنصات رقميه، وما عندهاش حتى استقلاليه تجاه الخارج. يعني وراهو الدينار التونسي يتم العبث به، تعرفوا قداش يتباع الدينار التونسي؟ يتباع ب 300 مليم في الخارج، وبعد لهنا يجي الوسيط يبيعه ب 700 مليم، ويوصل للمتراهن ب 12 ألف معناتها دينار و200 ودينار و300. شفت معناتها هالاستنزاف العمله كيفاش يتم التلاعب بالعمله. دونك هذا بالنسبه للشركات اللي ترى عندها القدره وعندها المؤهلات الكامله باش تخدم في استقلاليتها مع شركه نهوض بالرياضه وعلى الشركه الايطاليه. فما مشروع مرسوم جديد حال الى الحكومه تخدم في اطار شركه وزاره الاشراف وحالته. فما باب التراخيص مفتوح، لكن راه وفقا لمعناتها شروط تقنيه وشروط ماليه وشروط اجرائيه كبيره. راه استثمار كبير ما يقلش على 10 مليون دينار راه باش نجم تاخذ رخصه منهم لاسيرونس. في بالك اللي انت الشركات هذه الكل لازم يكون عندها ديزاسيرونس كبار برشا لا تقل عن 5 مليون. علاش؟ انه في حاله افلاسها المتراهنين اللي ربحوا ما يلزمش يرجعوا على الدوله، فما اسيرونس اللي تغطي لهم النشاط بتاعهم. بالنسبة لإلغاء الفصل 24، علاش؟ بينا المخاطر بتاعه، لأنه إلى حد اليوم فما شركات تنشط تحت غطاء الأنشطة العالمية، تبعث تمشي تاخو باتين دا أنشطة عالمية، وتاخو أرانو أنشطة عالمية، وقاعدة تنشط. فهمتني؟ والأهم اللي أعطيناه زادة لوزارة المالية نبهناها لي، لأنه الفصل 24 يحكي على صنف معين من الألعاب، اللي هما رهانات متعددة الاحتمالات وألعاب اللوتو والجراتان. اليوم أغلبها والناس كل تعمل في النشاط تاع كازينو، وهو أخطر نشاط، وهو النشاط اللي تنجم أنت إدارة الجي بي ما تطلبكش بالأداء عليه، على خاطر مش مذكور في الفصل هذا. وحتى في الموديل دي ديكلاراسيون اللي عملته وزارة المالية ماكش مطالب باش تعمل ديكلاراسيون تاع أنشطة الكازينو، اللي هو يجيب 1000 مليار وأكثر من 1000 مليار، على الأقل فيهم 50% جاية من ألعاب الكازينو، لأنه هو أكثر نشاط يدخل. هذاك علاش احنا اليوم طلبنا بإلغاو أول حاجة لوقف النزيف، باش نلقاو إطار جي بي جديد يكون أكثر مردودية للدولة،
لانه اليوم نحكي لك 1500 مليار لو كان جات شركه نهوض برياضه تعملها 500 منهم تمشي الى ميزانيه الدوله مش 10 مليون دينار فقط. لا 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 من قانون مالي سنه 21. هو المشروع المستقبلي هو مش يبدا من عقد اللزم. اليوم احنا كما قلنا باش نطوروا من انفسنا لابد من شريك استراتيجي ينطلق معانا. الخطه نتاعنا مش نكونوا في الفضاء الرقمي، الرقمنه التامه لكافه الالعاب، تطوير منظومه الالعاب اللي هي تهدف الى توفير اقصى ما يمكن من الموارد لفائده الدوله. رانا مانيش شركه نلوج على الربح لنا احنا، لا احنا نلوج على موارد باش تمشي مباشره للدوله، والموارد طموحه وطموحه جدا تنجم في 10 سنين عندنا امل ان توصل 1000 مليار، معناتها مربيح دوله. وتشوف انت 1000 مليار لما تمشي للدوله قداش فاش نجم توفرها، فاش نجم تحل مشكله البنيه الاساسيه، مشكله التمويل نتاع الهياكل الرياضيه. ونحب ناكد اللي الى حدود سنه 2013 شركه نهوض برياضه هي الوحيده اللي ساهمت في حاله ازمه تمويل الهياكل الرياضيه لما جات الازمه الكبيره. دونك اليوم مش ولي عندنا متراهن، اول حاجه متراهن تونسي محمي، محمي بالقانون، حتى واحد ما ينجم يفك له حقه أو يتلعب له بحقه. أو فما عديد راهو الناس اللي ربحت وبعد ما خذت شيء وتلقى حانوت مسكر وتلقى كذا. دونك باش نضمن حق المطرح، باش نضمن حق خاصة في حماية المعطيات الشخصية نتاعو، باش نضمن حق الدولة، باش نضمن حق البروموسبور، باش البروموسبور بإمكانها أنها ترغب باش تكون هي اللي دار في البلاد، هي القاطرة اللي عن طريقها هي يتم إصلاح القطاع هذايا ووضعه على أرضية قانونية تهدف بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة بل المصالح الخاصة متاع الأخيان، وكذلك أنهم باش تساعد المؤسسات الدولة للقضاء على الجريمة المنظمة خاصة جرائم غسيل الأموال وجرائم التلاعب بالمسابقات الرياضية. راهو ولا أكبر خطر يهدد الرياضة اليوم، أكبر خطر أكثر من العنف وأكثر من المنشطات على واحد هذا. وشوفوا صورة الرياضة التونسية وخاصة كيفاش كرة القدم التونسية كيفاش تمست في الصميم لما تجي هيئة أجنبية تصدر قرار تقول لك لا ما عادش عندك الحق تتراهن على البلاتفورم. منسة مش تولي في تونس، موجودة ستنطلق عن قريب بإذن الله. هم شكون هم ساعة؟ من هم؟ أنت اليوم ما عندكش حتى شركة ماخذة رخصة في اللي حبيت تتفاوض معها. اليوم شركات اخترقت القانون، تلاعبت بالقانون، دخلت للنشاط هذا عنوة، وكيفاش الدولة أنت تحب أن الدولة تتفاوض معها؟ الناس هذوما راهم وصلوا بعثوا تنبيه عن طريق هذا المنافذ إلى رئيس الحكومة باش ما تصدرش قرار إلا ما تتفاوض معنا. لكن أنت شكونك ساعة باش أنا نتفاوض معك؟ هل دخلت القطاع هذا بطريقه قانونيه وعندك ترخيص من الدوله؟ وشنو اعطيت للدوله باش نتفاوض معك؟ كي هكا خربتها انت اليوم. انت اليوم كنت سبب في جرائم تبييض الاموال، كنت سبب في تهريب معطيات شخصيه للتوانسه خارج ارض الوطن، تلعبت بالدينار التونسي كما شئت اللي دخلته للحضيض، معناتها الدينار تبيع فيه لبرا ب 300 مليم. وتجي لهنا تبيعه في مرحله ثانيه ب 700 ويوصل للمتراهن ب 1200 و1300. كيفاش انا تحبني انا نتراهن معك؟ وها نحكم اول حاجه راهو التقنين هو عمل سيادي. شنو معناه عمل سيادي؟ دوله راهي سي با نامبورت كي لهنا، دوله باش تفرض هي سيادتها على القطاع هذا كيف بقيه دول العالم. وحكى سي كريم بكري على انه امريكا وما ادراك ما امريكا. وقتاش دخلت امريكا؟ بعدنا احنا بتونس ب 20 سنه باش سمحت بتنظيم القطاع هذا، لانه في امريكا كان مدينه لاس فيغاس مسموح بها النشاط هذا، جات في اخر التسعينات سمحت به تحت رقابه كبيره وكبيره جدا في 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 امريكا. فرنسا هاي بحذانا لهنا يا اخي، فرنسا راهي قضات على الرهانات الموازيه عن طريق رقابه صارمه وصارمه جدا.